أهلا بكم في وقفة إخبارية جديدة من سي بي سي. في هذه الوقفة ننقل لكم موجزا بأهم ما درى في مصر في هذا اليوم، ونتوقف أيضا لموضوعين في غاية الأهمية بالتحليل وبنظرة عن قرب. الموضوعين هما لقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتحليل لدور هذا الجهاز الحيوي في موضوع وهو الارتفاع الجنوني للأسعار، أسعار السلع الغذائية على وجه التحليل، على وجه التحديد عفوا. والموضوع الآخر هو موضوع سد النهضة الأثيوبي، ما الخطوات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لتفادي هذه الأزمة التي يبدو أنها قد نسيت. ولكن اسمحوا لنا ان احنا نبدا في الاول بجوله اخباريه وموجز لاهم الاخبار التي حدثت في مصر على مدار اليوم. من رئاسه الجمهوريه نبدا، ولقاء عقده مستشار الرئيس لشؤون الاعلام الاستاذ احمد المسلماني ومستشاره الرئيس لشؤون المراه الاستاذه سكينه فؤاد مع الائمه والدعاة لبحث شؤون الدعوه الاسلاميه. اللقاء كان مشارك فيه عدد من الأئمة والدعاة والنقابة العامة للأئمة والدعاة أيضا. في هذا اللقاء الأئمة والدعاة اتكلموا على حاجتهم إلى أن يشرف الأزهر الشريف كل شؤون الدعوة الإسلامية، سواء كانت هذه الدعوة الإسلامية موجودة في وسائل الإعلام أم كانت في دور العبادة الإسلامية. طلب الشيخ عبد الناصر بليح وهو نقيب أئمة كفر الشيخ بأن بسن قانون لا يحقق فقط إشراف الأزهر على الدعوة الإسلامية في المساجد، ولكن تتجاوز المساجد ويكون أيضا إشراف الأزهر على كل المحتوى الإسلامي الذي يقدم من خلال القنوات الفضائية والقنوات الأرضية أيضا. خلال هذا اللقاء اللي استمع فيه الأستاذ أحمد المسلماني والأستاذة سكينة فؤاد إلى مقترحات الدعاة، طلب الدعاة بسرعة عمل الحكومة على استقرار جامعة الأزهر وعلى محاسبة الطلبة الذين يقومون بتقويض الاستقرار في الجامعات المصرية. على ذكر تقويض الاستقرار في الجامعات المصرية، حضراتكم بتتابعوا المظاهرات اللي بيقوم بها عدد من الطلاب اللي بينتموا إلى تنظيم الإخوان في الجامعات المصرية. النهاردة يعتبر خامس يوم في هذه المظاهرات اللي استمرت في أكثر من جامعة. كان هناك مظاهرات النهاردة في جامعة الإسكندرية واشتباكات هناك، كان هناك مظاهرات في فرع جامعة الأزهر في أسيوط واشتباكات أيضا في جامعة بنها، وكان هناك أيضا اشتباكات في جامعة حلوان. يعني جامعة بنها على وجه التحديد كان هناك إصابة لأربعة من بينهم مدير أمن الجامعة وتدخل لعدد من المسؤولين الإداريين وأمن الجامعة. أما عن جامعة حلوان والمشاهد الخاصة بسي بي سي اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي، فالأمن الإداري تدخل وفصل ما بين الطلاب المستقلين اللي تصدوا لطلاب جماعة الإخوان المسلمين، نجحوا في إن هم يمنعوا تطور الأوضاع هناك. العشرات من الأمن الإداري فصلوا ما بينهم وقصروا الاشتباكات على منطقة محددة في جامعة حلوان. طلبة الإخوان المسلمين اللي حضراتكم بتشوفوا بعضهم بيتظاهر في يعني ساحة الجامعة كانوا بيرددوا هتافات مناهضة للجيش وهتافات مناهضة للشرطة. يعني النهاردة اليوم الخامس من هذه المظاهرات في أكثر من جامعة، ولكن الشيء المؤسف إن هذه المظاهرات تتحول إلى اشتباكات. الشيء المؤسف إن هذه المشتبكات يسقط فيها مصابين. يعني الجامعة المصرية عمرها ما كانت مكان لاشتباكات وعمرها ما كانت مكان لدماء مصرية. يجب دائما أن تظل الجامعات المصرية مكان للتعلم ومكان للأنشطة، مكان لنمو الشخصية المصرية، ولكن لا تكون أبدا مكان لأن تسيل دماء مصرية على أرض الجامعات. اللي بنشوفه دلوقتي ده هو منظر غريب جدا على المجتمع المصري. دايما كنا متعودين أن الطلبة المصريين يخرجوا من الجامعات في مظاهرات ضد الاحتلال البريطاني، ولكن عمرنا ما شفنا الطلبة المصريين يخرجوا ويهتفوا ضد جيش بلادهم. علشان كده المظهر اللي بيعمله طلاب الإخوان دلوقتي ده مظهر مستهجن مش بس من فئات المجتمع المصري، لا ده مستهجن حتى في الفئة العمرية اللي هم
بيحاولوا يستهدفوها. الفئة العمرية اللي هي فئة الطلاب اللي هم بيحاولوا يستهدفوها مش قابلة بالموضوع ده، مش قابلة، لأن ليهم الفئة العمرية دي ليهم إخوات أكبر منهم بشوية مجندين في الجيش، ليهم أهالي وليهم تطلعات إن هم يتخرجوا من الجامعة ويخشوا قوات المسلحة، أو ليهم تطلعات إن هم يتخرجوا من الجامعة كمهندس أو كطبيب أو وياخد 6 أشهر ويبقى ضابط، أو هو ذات نفسه ليه حد من أسرته يعمل في القوات المسلحة، وبالتالي صعب جدا إن أنت تخش الحرم الجامعي وتبتدي تسب القوات المسلحة وتعتقد إنك أنت يعني من الممكن إن أنت تفلت بهذا الأمر. وبالتالي يعني أتمنى إن هذه الظاهرة القبيحة وهي إن الاشتباكات وإسالة الدماء داخل أسوار الجامعات المصرية تنتهي. احنا كنا عدينا عدد من المداخلات الهاتفية علشان نتأكد من استتباب الأوضاع في نهاية اليوم الدراسي داخل أسوار الجامعة، مش عارف إذا كانت هذه المداخلات قد أعدت معانا، ولكن هننتقل إلى شأن آخر ونعود مرة أخرى إلى أمر الجامعات المصرية. النهاردة كان هناك محاكمة سرية، جلسة سرية، هذه الجلسة إلى 2 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. حضراتكم تذكروا أن القبض على القيادي في جماعة الإخوان المسلمين دكتور محمد البلتاجي كان قد تأخر، والسبب أنه كان مستخبي، واللي كان مخبيه 2 من قيادات الإخوان المسلمين اللي كانوا مخبيين، وكان على وجه التحديد وزير القوى العاملة السابق خالد الأزهري وعضو مجلس الشعب السابق جمال العشري. الاثنين كانوا مخبيين، والاثنين كان هناك جلسة محكمة ليهم، جلسة سرية النهاردة في الجيزة، وكان من المتوقع أن يصدر حكم عليهم النهاردة، ولكن هذا الحكم تأخر. احنا بنحاول ان احنا نفهم بالضبط لماذا تأخر، وهناك مداخلة من الأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار، هنحاول الاتصال به وهو متخصص في الشأن القضائي علشان يوضح لنا تفاصيل تأجيل هذه المحاكمة. المحاكمة تأجلت لغاية يوم 27 نوفمبر. زي ما كنت بتكلم منذ دقائق عن أن الدم المصري يسيل جوه الجامعات المصرية، وأن ده شيء يعني قبيح للغاية ومنظر مستهجن بشكل كبير جدا، مش بس من قطاعات المصريين اللي خارج الجامعة ولكن أيضا من كل المصريين. يعني هناك أيضا مشاهد بنشوفها في هذه الأثناء. الزملاء بيقولوا إن في مداخلة جاهزة. طيب هننتقل إلى مشهد استشهاد مجند برصاص مسلحين في وسط سيناء. النهاردة هناك استشهد مجند للأسف الشديد برصاص مسلحين إرهابيين، أصابوا المجند رجب السعيد أحمد بطلق ناري في رأسه في منطقة نخل في شمال سيناء. هو يؤدي واجبه العسكري، مجند في القوات المسلحة، يقف على ثغر من الثغور في منطقة نخل في شمال سيناء ويصاب بطلق ناري في رأسه. يعني رجل بيقوم بواجبه في الدفاع على أرض الوطن، ولكن تأتي رصاصة غادرة من رصاصات الإرهاب فيلقى مصرعه طبعا في الحال. بنعزي أسرة الشهيد المصري الشهيد رجب السعيد أحمد اللي لقي مصرعه ونقلت جثته إلى مستشفى السويس العام. معنا على الهاتف الأستاذ حاتم البولك مدير مكتب الوكالة الألمانية في منطقة شمال سيناء. أستاذ حاتم برحب بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ حاتم. إيه تفاصيل استشهاد المجند المصري في منطقة نخل؟ الحقيقة استشهد المجند بعد ظهر اليوم في إطلاق نار على إحدى كمائن الجيش في منطقة وسط سيناء ما بين الحسنة ونخل. تم إطلاق الرصاص عد إلى أصيبة رأسه مباشرة مما أدى إلى وفاته الحال. تم نقله إلى مستشفى السويس أقرب إلى وسط سيناء، وطبعا هو خلاص استشهد، ولكن هذا يأتي في إطار استهداف الجماعات التكفيرية المسلحة في سيناء للمجندين والشرطة، والتي يتكرر شبه يومي بالفعل. يعني احنا بنسمع بهذه الأخبار بشكل مستمر، هل تلاحظ في الأيام السابقة إجراءات أمن استثنائية لحماية هؤلاء المجندين؟
بالفعل هي هناك في سيناء اجراءات امنيه مشدده منذ اكثر من 3 شهور، ومع بدايه الحمله منذ 45 يوما بالتحديد بدات حمله قويه للجيش في سيناء. الجيش منتشر في سيناء ومسيطر في مناطق رفح وفي الشيخ زويد وفي الحدود، ولكن للاسف تتم عمليات استهداف المجندين عن بعد. العمليات تراجعت كثيرا عما كانت السابق، ولكن يتم استهداف المجندين عن بعد وليس في اشتباك بالقرب من القوات الموجودة. طيب أستاذ حاتم، احنا شفنا تصاعد عمليات عسكرية من قبل القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية في سيناء، ولكن قابلت هذه العمليات بعض العمليات الإرهابية المتفرقة في سيناء. هل تعتقد وتقديرك وأنت على الأرض هناك إن هذه العمليات المتفرقة من الإرهابيين يعني في سبيلها إلى الانتهاء، هل هي عمليات انتقامية ردا على عمليات القوات المسلحة، ولا ما زال الإرهابيين لديهم القدرة على الرد في هذه الأثناء؟ لا، بالفعل هي بدأ انحسار كبير للعمليات الجماعات المسلحة التكفيرية في سيناء، انحسرت عما السابق عما كانت في شهر رمضان الماضي وبعده منذ 45 يوم تراجعت كثيرا عن السابق. كان في السابق عمليات يومية تتم على أكثر من جهة وأكثر من منطقة، ولكن الآن تراجعت كثيرا. بالفعل هي بدأت انحسار بهذه العمليات، ولذلك هم لجوا إلى المحافظات القريبة لسيناء، مدن القناة مثل إسماعيلية وبورسعيد، فهي عملية خروج من سيناء إلى هذه المدن. مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حاتم البلوك، مدير مكتب الوكالة الألمانية في شمال سيناء. كنا قد نقلنا لحضراتكم الخبر عن تأجيل النطق في محاكمة 2 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جمال العشري عضو مجلس الشعب السابق وخالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق، والاثنين متهمين في إخفاء دكتور محمد البلتاجي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والمتهم بالتحريض على العنف. دكتور محمد البلتاجي بعد فض اعتصام 4 العدوية كان قد هرب واختبأ، وهما الاثنين كانوا المسؤولين عن اختفاء واختباء دكتور محمد البلتاجي. النهاردة كانت هناك محاكمة الاثنين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين في جلسة سرية، ولكن تأجل النطق في الحكم إلى 27 نوفمبر. إيه تفاصيل هذه الجلسة؟ معنا على التليفون الأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار والمختص في الشأن القضائي. برحب بحضرتك يا أستاذ خالد. أهلا بيك أستاذ خالد، لو ممكن تقول لنا التفاصيل المتاحة لحضرتك عن تأجيل هذه القضية. وبالإضافة إلى خالد الأزهري وجمال العشري، فالقضية متهم فيها أيضا إبراهيم محمد علي تاجر، وهو ينتمي أيضا لجماعة الإخوان المسلمين بنفس الاتهام. الاتهام الموجه للثلاثة هو التستر على الإرهابي الإخواني محمد البلتاجي وتهريبه بعيدا عن أعين الأمن، حتى تم القبض عليه في منزل التاجر بمنطقة ترسة بأبو النمرس. اليوم كان المفترض أن تبدأ المحاكمة في جنح مركز الجيزة في محكمة تاج الدول. توجه القاضي إلى هناك، لكن دي كانت الجلسة الثانية، لم يحضر المتهمون من محدثة من الظروف الأمنية. بعدها قام أعلن القاضي عن نقل الجلسة إلى أكاديمية الشرطة، وانتقل القاضي إلى أكاديمية الشرطة، وبالفعل قامت قوات الأمن بإحضار المتهمين الثلاثة من محبسهم، ولم تستغرق الجلسة إلا 10 دقائق. تم تلاوة قرار الإحالة باتهام المتهمين الثلاثة بالتسطل على البلتاجي وتهريبه بعيدا عن أعين العدالة، ثم طلب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع على الأوراق والاستعداد للمرافعة، وبالفعل قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر القادم. طيب لماذا الجلسات دي بتكون سرية ليه يا أستاذ خالد؟ هي يعني الظروف التي حدثت اليوم عند تنعقد الجلسة، أولا في محكمة تاج الدول، ثم لا يتمكن الأمن من إحضار المتهمين، ثم تنتقل المحكمة بعد ذلك إلى أكاديمية الشرطة، والمحكمة لم تكن متأكدة حتى اللحظة الأخيرة هل سيتم إحضار المتهمين أم لا، وجاءت بإحضار المتهمين، والجلسة نفسها لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، ولهذا لم يتمكن الصحفيون من الحضور. يعني هي الجلسة لم تكن سرية، ولكن بسبب ما حدث، بسبب هذه التنقلات وعدم التأكد حتى اللحظة الأخيرة من حضور المتهمين أم لا،
وبسبب ان الجلسه لم تستغرق اكثر من 10 دقائق لم يتمكن الصحفيون من دخول الجلسه. طب هو قضائيا من حق القاضي ان هو ينقل مكان الجلسه اذا ارتأى ان الظروف الامنيه في المكان الحالي لا تسمح له بانعقادها، مظبوط؟ قضائيا القاضي يعود الى وزير العدل الذي يصدر قرار نقل مكان الجلسه، يعني هو قضائيا وزير العدل هو المختص باصدار هذا القرار بناء على طلب القاضي. طيب ازاي النهارده يعني الملابسات والظروف اللي حضرتك سردتها لنا ان هو راح لمكان الجلسه لم يجد المتهمين او قوات الامن عجزت عن ان هي تحضر المتهمين الى اخر هذه الروايه او الوقائع اللي حضرتك سردتها لنا، الم يكن من الافضل ان الجلسه تبدا بالانعقاد في اكاديميه الشرطه؟ يعني اعتقد انه كان من الافضل ان تبدا الجلسه بالانعقاد في اكاديميه الشرطه، يعني نحن نواجه مازق حقيقي في كل محاكمات قيادات الاخوان والمتهمين من جماعه الاخوان. ان قوات الامن بتعجز عن نقل عدد كبير من هؤلاء المتهمين او معظم هؤلاء المتهمين، يعني لم نشهد حتى الان جلسه واحده حضرها المتهمون. مظبوط. وهذا يتسبب في تاجيل كل القضايا حتى الان. قوات الامن بالقاطع تتحمل يعني مهام ثقيله في هذه المرحله التي تعيشها مصر، لكن في النهايه يعني اذا كان اكاديميه الشرطه هي الاكثر تامينا واكاديميه الشرطه بها قاعتان مجهزتان على اعلى مستوى، او القاعه التي يتم تجهيزها الان بمعهد امناء الشرطه المناصر في سجن الثوره، يعني ان يتم نقل كل الجلسات الى هذه المحاكم حتى نضمن ان حضور المتهمين وحتى نضمن تطبيق العداله، لانه في النهايه الحبس الاحتياطي له حد اقصى. مظبوط. يعني اخشى ان ينتهي الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ولا تكون هذه المحاكمات قد بدات، لانه لن يستطيع اي قاضي ان يبدا في اجراءات المحاكمه الا في حضور المتهمين طالما انهم محبوسين وملقى القبض عليهم. بخبره حضرتك في الشان القضائي، مين اللي في ايده انه يوجه رساله او نداء لمجلس القضاء الاعلى او لوزير العدل بنقل محاكمات جميع المتهمين لهذه الجماعة إن هي تنقل إلى أكاديمية الشرطة أو إلى أي جهة مؤمنة؟ يعني المفترض أن أجهزة الأمن التي تعجز عن إحضار المتهمين إلى جلسات المحاكم المختلفة سواء في التجمع الخامس أو جنوب القاهرة أو شمال القاهرة أو الجيزة هي التي تتقدم بهذا الطلب إلى وزير العدل، والمفترض أيضا أن يطلب القضاة الذين يتولون المحاكمات هذا الطلب، لأنه لا يجب على الإطلاق أن نشهد جلسات أخرى يتم تأجيلها لعدم تمكن الأمن من إحضار المتهمين. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار والمختص في الشأن القضائي، معلقا على ممكن نقول اللخبطة اللي حصلت النهاردة وأدت إلى تأجيل محاكمة 2 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين واللي متهمين بالتستر على واللي متهمين بالتستر على دكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان واللي كان مختبئ في إحدى الأماكن بعد فض اعتصام ربعة العدوية. اسمحوا لنا أن احنا نخرج إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نواصل فقراتنا في البث المباشر، ابقوا معنا.